العود العصي المسمى وعدل عوجها بالفعول اعتدالي وجه السعد درع البلد لا عدمنا ابن الملك اللي على الشعب غالي سلمان وجده معز اشبال العروب
تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الأهلي، مستويات مخيبة، تعثر متواصل، ولغز محير. المسابقات تؤجل 3 مواجهات في الجولة 24. الجولة 22 صدارة مشتعلة، والاتحاد يواصل التوهج. تأهباً لكأسي آسيا للشباب والناشئين، المنتخبات السعودية تعسكر في القصيم والدمام. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو. عبد السويد أبو نايف، أهلا وسهلا فيك. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي الزملاء الأعزاء. أبو حنين، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بوجود، أمسي عليك وعلى الزملاء ونقدم حلقة تليق بإذن الله. عايض مبخوت، مسيك بالخير. مساء الخير وجود، مساء الخير أبو نايف وأبو حنين والمشاهدين. هلا وسهلا، هلا وسهلا. مخرج قبل الحلقة كل ما بدينا قال شيل الكاسة من اليمين وديها يسار عشان المعلن يبين والموية حقت بيرين تبين، لأن في اليسار في اللوجو. ما عم بخلي المخرج في حالة لأن صفيت آخر لحظة حط الكاسة يسار. كبكب الدنيا هنا. طيب الجولة الأخيرة فيها أحداث كثير وفي تغير كذا في بعض المراكز. الحلقة اللي بعد الجولة هي من الحلقات المفضلة عندي أنا، وإن شاء الله أنه مشاهدين يعني يشاركوني نفس النظرة للحلقة اللي بعد الجولة، لأن هي اللي فيها الأرقام وفيها التفصيل وفيها حديث الشباب كذا بكل جزئية في الجولة. في أندية شوي تحسنت، في أندية ما كانها لعبت الجولة مثل كل جولة راحت، وفي أندية قاعدة تدهور. مع أنك تحب الاستقرار أنت. أنا رجال أحب أني يعني مسكت مركز خليك فيه، لا تغير شيء. وفي نجوم ننتظر أنهم يقدمون شيء مش قاعدين يقدموا شيء، وسالفة النجوم بدأت تصير حمل على الأندية، وهذا يوم من الأيام راح نفتحه قريبا إن شاء الله على النجم اللي قاعد يشوف نفسه أكبر من النادي. وهنا بس بقول شغلة بسيطة صغيرة يعني صغيرة، وبعدين حنفتح هذا الموضوع في حلقة يعني حلقة قادمة، موضوع النجوم وحجم أهميته أمام النادي. يعني لازم يفهم النجم أن الناس حبوك مو بعشانك تقرب لهم، مو هو بعشانك متشارك معهم بزنس، حابينك عشان ذا النادي. لعبت زين حتقعد حبيب، ما لعبت زين يعني منت صاير أكثر من نجوم كثير لفظتهم المدرجات، لفظتهم وبقوة. فبالتالي لا حد يعامل النادي على ما كان إنه أنا كنت نجم، لا يعني هو يعني مثلاً خلنا نختار مثلاً على سبيل المثال، لو تجي عند خلنا نقول كل النصراويين لو تقول له مين النجم اللي ممكن تتحمله يلعب على ما كان بناء على ما كان، بس ترى ما راح يقدم شيء بس بتلعب على بناء على ما كان، كلهم حيقولوا لاعب ماجد عبد الله. يعني ماجد عبد الله هو اللي له كان عارف، بس الجمهور ما يتعامل بهالطريقة. جمهور النصر غضب من ماجد عبد الله لما كتب التغريدات قبل السوبر. هنا مش الكلام عن حمد الله عشان واحد بس، الكلام عن السومة، كلام عن أي لاعب ثاني. مهم جدا اللاعب يعرف إنه الجمهور يحبه طول ما هو يقدم مستوى. يروح المستوى الجمهور يبي غيرك، عطني البديل. وهذا حنفتحه في يوم من الأيام يعني قريبا، موضوع الكيان ولا النجم. جاهز يا نواف؟ طيب أعطونا بانوراما للجولة الأخيرة نفتتح فيه الحلقة الليلة. الجولة
الباطن مع كورونا حصن. وعد وأوفى. أحد معاه خله ويناظر الساعة أحد معاه خله ويناظر الساعة وليش مستعجل وتناظر الساعة واحد معاه خله ويناظر الساعة تناظر الساعة وليش مستعجل احد معاه خله ويناظر الساعة تناظر الساعة وليش مستعجل احد معاه خله ويناظر الساعة حديث رئاسة. قادسية وشخصنها مع الشباب. ما تحس فيني ما تحس فيني أحس إني لحالي ما تحس فيني أحس إني لحالي أحس إني لحالي واه يا خيبة رجاي فيني. صح صح يا الطيب. عمادة بهاتريك روما. يطول الحكي وقول قاسم وسمع علي سوالف تضربني تعبت استمع للنوم. يطول الحكي وقول قاسم وسمع علي سوالف تضربني تعبت استمع للنوم. لك سنين وانت تعيد حكيك ويوجعني وجع يوجع ابليس حكيك ويوجعني وجع ابليس ترى انا عيال اليوم. يقول الحكي وقول ياسم وسمع علي سوالي تقربي تعال تستمع للنوم. قول يا ابو نايف. طبعا التقرير اكثر من رائع بوجود، وقبل لا ابدا في التقرير خلينا ناخذ تمهيد عن الجوله كامله خصوصا في الترتيب.
تعرف ان من الاول حتى العاشر ما تغير الترتيب، نفس الجوله اللي قبل كانها ما لعبت ابدا من الاول. انا اقول لك شيء، احنا عندنا قراءه عن الجوله بناخذها بالتفصيل. طيب خلينا نعلق على بانوراما، ووقت ما نعرض التقرير ابغى اسمع هالارقام منك. وانت 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 طيب لما تتكلم على شخصنا القادسيه، طبعا بالتاكيد انا دائما لما اشوف الدورين هذه دائما اقول تخسر ممكن المباراة الأولى، ولكن المباراة الثانية يفترض أنك ما تخسر. المدرب اللي يخسر في المباراتين في المباراتين هذه أنا أحط عليه علامة استفهام. المدرب الآخر برضه يكون قرأ الفريق الآخر. القادسية بصراحة في مباراة الشباب فاجأ نادي الشباب في البداية، لأنه لعب ثلاثة مدافعين بخمسة أربعة واحد لحماية مرمى من القادمين من الخلف. بعدها أنا ما أدري وش صار مع 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 المدرب لما بدأ يغير. بدأ يطلع خليفة الدوسري، بدأ يطلع الشعيل. هل هو كان يتوقع أنه يبغى يلعب على مرتدات يفاجئ الشباب؟ ولكن الشباب لا خلاص، يعني زي ما يقولون الشباب أكون أو لا أكون في ذيك اللحظة، وجاب هذا التعادل. القادسية فعلا فريق ثابت مع مدربه. الشيء الآخر لما نتكلم على الهلال، توقيت الهدف أكثر من رائع، ولكن الهلال ليس الهلال. جميل أنك تتحدث عن فريق الهلال في لحظة الفوز تتناقش أنت وياه، لأنك لو تلاحظ حتى تغييرات مدرب نادي الهلال كان يبغى يحافظ على واحد واحد، ما كان يبغى ما كان يبغى الفوز. الأهداف اللي جت للهلال كلها أخطاء فردية من المدافعين، واحدة ضغط ياسر على سلطان الفرحان، والثانية خطأ من دوخة تجي على مدرب الهلال تلاقيه مثلا في الدقيقة في دقيقة تقريبا 69 منزل متعب المفرج محل كاريلو، تجي في دقيقة 86 مطلع قوميز ومنزل الحمدان أساس برضه يدافع، معناها أنه هو يبغى يحافظ على النتيجة 1-1. الهلال إذا أراد أن يستمر، أنا وجهة نظري الخاصة المي بالقضية قضية كثافة عددية داخل خط 18، لا وانت جالس تهاجم ترض أنك تحمي مرماك. أبو حنين الله يعطي العافية بدر، دائما بداية حلوة أن نبدأ حلقة في بانوراما، دائما ممتعة بانوراما بأفكارها بالطريقة اللي تتقدم فيه. بصراحة أكيد أصبح ضمك عقدة الأهلي، وأصبح القادسية عقدة الشباب. القادسية الميزة فيه أنا توقعت هذه النتيجة، توقعت تعثر الشباب. ليش؟ لأنه على الجماهير وعلى محبين الأندية يعني يتوقعون في مثل هذه المباريات اليوم أمام الضغط اللي أنت تشوفه، لا يمكن يعطيك اللاعبين أربع مباريات متتالية، مستحيل. ليه؟ لأن أنت العدد الأيام بين مباراة ومباراة ما هو الوقت الكافي اللي تعود فيه الأندية أو اللاعبين لحالتهم البدنية السابقة. شفنا المجهود اللي قدمه مارتينيز قدام ضمك، وشفناه في مباراة القادسية مش موجود، طبيعي جدا وقت استرجاع البدني له صعب جدا. لذلك احنا انتقدنا عملية الجدولة والضغط امام انه ما توجد مشاركات للأندية او حتى للمنتخب تعطي هذا الدافع انك انت تخلي هذا الضغط اللي موجود بشكل كبير جدا. ميزة القادسية اللي لازم ننصفها، قادسية يلعب بشخصيته، يلعب بقراءته لكل خصم يلعب معاه، يتعثر، يجلس عشر مباريات ما بين تعادل وفوز ما يخسر، يجي يتعثر في مباراتين يرجع ينهض من جديد. والميزة اللي موجودة عند يوسف المناعي أنه ما هو قاعد يثبت على تشكيلة، شفنا بعض الأسماء اللي زج فيها زي النطار في مباراة القادسية، لعب مباراة كبيرة جدا، قدم نفس الولد بشكل إيجابي جدا. لذلك في مثل هذه المباريات هذا ما تحتاج له. ولا نغفل ذكاء مدرب الشباب في هذه المباراة، اللي التغيير اللي سواه بالزيادة العددية اللي صارت، وشفنا شلون تركي العمار سجل الاتحاد يقتحم المقاعد أو المراكز الأولى بقوة، وذكر بوجود في الجولة يمكن الثامنة أو التاسعة. قلت هذا الكلام أمام ابتعاد النصر وتواضع الأهلي، الوحيد اللي قادر أنه يقتحم بثقة إذا حافظ على مستوياته هو الاتحاد. روما والحديث عن روما، وأنا أعتقد روما حيرسخ اسمه، واحد من يعني خلينا نقول من أجمل ومن أكثر اللاعبين قيمة مرورا على تاريخ نادي الاتحاد. كل ما يحتاج روما مع الاتحاد والاتحاد مع روما أن يسجل هذا التاريخ ببطولة كي يتوج هذا العطاء خلال السنتين الثلاثة الماضية. الباطن صراحة لازم نتوقف عنده ملحمة، صراحة باطن قاعد يقدم نفسه بصورة، قاعد يحرج الفرق الكبيرة، قاعد يوري الناس كيف ممكن الفكر الإداري مع الحماس والعطاء في الملعب يخليك الكل يشوف مباراة التعاون
ويشوف إهدار الفرص اللي كانت ممكن تطلع 4-5 للتعاون، ويشوف الروح القتالية اللي لا زالت موجودة عند الباطن اللي من لا شيء بدون تسجيل في الشتوية بدون تدعيم يرجع ويأخذ هذه النقاط ويرجع لهذه المباراة. قيمة لاعب كبير زي فابيو، يمكن مع تقرير الجولة حنتكلم عن إحصائية بسيطة مثلا بين المقومات اللي موجودة عند فابيو والفرق بينه وبين جوميز وبين السومة وبين حمد الله. برافو عليهم على اللي سووه. ختاما علي البليهي والموقف اللي صار معاه، ويمكن حتى التغييرات اللي تكلم عنها أبو نايف اللي كان مجبور عليها مدرب الهلال عشان يحافظ على توازن ورتم الفريق، أنه يسحب لاعب وينزل متعب عشان المنظومة ما تنخل في الفريق. والمدرب ما بقول لك نحكم عليه حكم أنه هو الأفضل، ولكن من خلال المباريات الأربع اللي لعبها الهلال قاعد يقدم نفسه بصورة رائعة جدا. فكر في كل مباراة ينزل بمختلف عن الأخرى. توقعت أن المباراة هذه يبدأ بعبدالله الحمدان زي المباراة اللي قبلها، شفنا لا، دخل بأسلوب مختلف قارئ لهذه المباراة. نقول لجمهور الهلال لا تقسون على علي البليهي، علي قدم مباريات كبيرة جدا. أخطأ علي في هذه المباراة، ولكن لا نبخس اللاعبين احيانا بخطأ واحد او خليني اقول لك يتحامل على نفسه. انا حتى على ما سمعت ان علي هذه المباراة لاعب وهو يتحمل على نفسه في الإصابة عشان الفريق، فلا تقسون عليه، يغلط اللاعب يظل بشر. ابو عبد الله، وجود التقرير الأمانة جدا جدا ممتاز، واعتقد ان ابو نايف وابو حنين ايضا غطوا معظم النقاط وتكلموا فيها الأمانة بالسهاب. ولكن الأمانة اللي شاهده في القادسية تحديدا، يمكن في الفترة الأخيرة مش بس في مباريات الشباب، ولكن القادسية أيضا هو ما أوقف الشباب فقط في الدوري، القادسية أيضا أخرج الشباب أيضا من كأس خادم الحرمين. ففعلا يبدو أن القادسية فعلا مشخصنها يعني على حسب التقرير مع الشباب مثل ما ذكر في التقرير. ولكن أعتقد الشباب تكلموا ما فيه الكفاية. ولكن اللي فعلا في نقطة مهمة أيضا أحب اللي ذكرها أيضا تكلم فيها يمكن أبو حنين، اللي هي نقطة الباطن. يمكن ظل الظروف وإصابات اللي كانت في الفريق، غيابات كثيرة، غيابات الأمانة مؤثرة كانت في الفريق، ومع ذلك استطاع الفريق أن يتجاوز 3 مباريات صعبة بالتعادل مع القادسية والفوز الكبير صراحة على الوحدة ب3 أهداف رغم الغيابات، وأيضا العودة من ملعب التعاون، والتعاون فريق صعب ومش بسهولة أنك تسجل على التعاون 2 وترجع متعادل معاه. أعتقد أن هذا الشيء السبب الرئيسي فيه هو إعداد الفريق بشكل جيد للموسم من قبل إدارة النادي. لذلك أنا أعتقد أن الباطن قدم نفسه بشكل جيد، استفاد من الخبرات اللي كانت عنده خلال في موسمين سابقين يمكن في دوري المحترفين. أعتقد الإدارة أيضا بنفس الرئيس اللي هو الأخ أبو بدر، الأخ ناصر الهويدي، أيضا أصبح عنده خبرة تعامل مع دوري المحترفين. فبالتالي أعتقد أن الباطن شكل إضافة للأمانة هذا الموسم، ما تشعر أن فريق قادم من الدرجة الأولى. الشيء الآخر اللي أنا أحب أيضا أتكلم فيه اللي هو فعلا يستحق الإشادة، اللي هو رومارينهو على ما قدمه صراحة، مش بس في مباراة الوحدة الأخيرة أنه سجل هاتريك. رومارينو بوجود الأمانة يقوم بعمل كبير في الاتحاد، يقوم بعمل المهاجم الثاني، وفي نفس الوقت يلعب دور رأس الحربة متى ما احتاج الفريق. يعني لو ترجع لمسيرة رومارينو مع الاتحاد، نظر أن الموسم الأول بدايته ما كانت جيدة، وبالتالي خرج ب7 أهداف بسبب عدم التأقلم، بس لما تأقلم بدأ يمشي مع الاتحاد بشكل جيد. الموسم الثاني في 30 مباراة أحرز 15 هدف بوجود، بمعدل هدف كل مباراتين، وأكرر هو مش رأس حربة. الموسم هذا حاليا 22 مباراة أحرز 14 هدف، هدف واحد فقط أقل عن الموسم الماضي، وباقي 8 مباريات، أعتقد أنه راح يكسر الرقم. لذلك هو فعلا إضافة كبيرة للاتحاد، واحد من أفضل لاعبين الأجانب في فترة 3 سنوات الأخيرة على مستوى الدوري السعودي كثبات مستوى، يقدم نفسه دائما. أنا أعرفه شخصيا، تعاملت معه، صديق عزيز الأمانة، دائما على تواصل معه. يملك عقلية جدا ممتازة، عقلية اللاعب المحترف، إضافة كبيرة للاتحاد. أهني الاتحاديين على هذه النوعية من اللاعبين. فاصل قصير بعده نعود. الموهوب بالفطرة والنادر الذي لا يتكلم. منذ بين أنقاض آسيا 50 في مونديال
بين النجومية والأخلاق بنى له مرتعا من ذهب، الموهبة التي تحتذي بها الكرة. الأهلي، مستويات مخيبة، تعثر متواصل، ولغز محير. المسابقات تؤجل 3 مواجهات في الجولة 24. الجولة 22 صدارة مشتعلة، والاتحاد يواصل التوهج. تأهباً لكأسي آسيا للشباب والناشئين، المنتخبات السعودية تعسكر في القصيم والدمام. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكة العربية السعودية، عبدالي السويد، محمد السدعان، وعيد مبخوض ضيوف حلقة الليلة. نشوف قراءة للجولة الأخيرة. أسدل الستار مساء السبت على منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت مبارياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. أول اللقاءات جمعت التعاون والباطن على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلها ونقطة تضاف لرصيد الفريقين. حيث بلغ السكري الرقم 32 في المركز الخامس، بينما وصل الباطن للنقطة 28 في المرتبة العاشرة. وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، تغلب أبها على الفتح بهدفين لهدف، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم للنقطة 28 مرتقين للمقعد 11، فيما بقي الضيوف على رصيدهم السابق ب 25 نقطة وتراجعوا للمركز 14. وفي الباحة وتحديداً استاد مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية، التقى العين بالفيصلي وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. هذه النتيجة رفعت رصيد العين للنقطة 16 وأبقته في قاع الترتيب، أما الفيصلي فوصل للنقطة 30 في المرتبة 8. وعلى أرض استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تعادل فريقا الاتفاق والنصر أيضاً بهدف لمثله، ليحافظ الفريقان على ترتيبهما السابق، حيث رفع فارس الدهناء رصيده للنقطة 31 وحل سادساً، يليه النصر في المقعد السابع ب30 نقطة. وفي الرياض وتحديداً ملعب نادي الشباب، حيث تكرر التعادل الإيجابي بهدف لمثله للمرة الثالثة في هذه الجولة، وكان في اللقاء الذي جمع الشباب بالقادسية، ليواصل ليوث العاصمة صدارتهم للدوري ب 45 نقطة، فيما بلغ بنو قادس النقطة 30 في المركز التاسع. وعلى أرض استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، واصل الهلال مطاردته للشباب المتصدر بعد أن تغلب بصعوبة على الرائد بهدفين لهدف، ليرفع أزرق العاصمة رصيده للنقطة 42 في الوصافة، أما الرائد فبقي على نقاطه 25 وتراجع للمرتبة 13. وفي مكة المكرمة كسب الاتحاد شقيقه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ليرتفع رصيد العميد للنقطة 38 محافظا على المركز الثالث، بينما تراجع فرسان مكة للمقعد 12 ب27 نقطة. خلص مارينيو، ثلاثة 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 للنمو. أخيرا انتهت المباراة التي جمعت الأهلي بضيفه ضمك على أرض استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع
بفوز ضمك بثلاثة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد ضمك للنقطة 20 في المقعد قبل الأخير، فيما بقي الأهلي على نقاطه 35 في المرتبة الرابعة. أبو نايف، طبعاً الجولة هذه كان فيها 4 تعادلات، لم يخسر أصحاب الأرض ما عدا النادي الأهلي اللي خسر فيها 1-3. زي ما قلنا إحنا من الأول حتى الترتيب العاشر لا تغيير. الرابع الأكبر في هذه الجولة هو نادي أبها، قفز بمركز 14 إلى 11، فكان هو من أفضل الفرق اللي قفزت في المراكز. بعدها ضغط الفرق اللي بعده حتى وصل الفتح لمركز 14. ضمك طبعا في استقرار، هو والعين لا زالوا موجودين. المميز برضو أنا لما أشوف الأهداف في هذه الجولة تلاقي مثلا الفتح اللي ترتيبه 14 نفس ترتيب الاتحاد اللي ترتيبه الثالث بالأهداف، أنا أقصد شوف ترتيبه 14 أهدافه 34، الاتحاد ترتيبه الثالث أهدافه 34. المشكلة أن الفتح لا يستطيع حماية مرمى، عليه 41 هدف، 43 هدف الفتح. يا ساتر، شوف يعني مسجل أهداف كمية جيدة. أي نعم، هو نفس أهداف الاتحاد نفس أهداف النادي الأهلي، وترتيبه 14 نفس الحكاية، الباطن ترتيب العاشر ونفس الأهداف. هي القضية حماية المرمى فيها، هي اللي سببت الفرق الكبير. الأهلي بصراحة لا زال يعني متعثر. احنا قلنا احنا يوم حسبنا الجولات الستة الآن لا زال هو في 6 نقاط، واصل 13 نقطة في أول 7 جولات والآن 6 نقاط. الأهلي فعلا يبدو أنه في الطريق المنحدرة عن المراكز المتقدمة، هذه اللي يوضح. الشيء الآخر برضو المميز، أنت تشوف الباطن ترتيب العاشر وهداف من عنده، تشوف أبها ترتيب 11 والهداف من عنده، هذه أشياء نادرا تجي في الدوري السعودي، أن الفرق المتأخرة يصير منها الهدافين، ولذلك هي حالة عامة. لما نتكلم عن المباراة بصراحة أنا أتفق مع أبو حنين ومع أبو عبد الله، رومارينو كان بطل الجولة هذه بصراحة، لأن الأربع الأهداف اللي تسجلت في المباراة هذه المباراة الوحدة كان هو خلفه جميع الأهداف الأربعة. هي القضية قضية برضو مدرب، أنا لازلت أقول المدرب. أنا ألاحظ أنه في بعض المرات ترى المدرب له دور، مو القضية قضية لاعب فقط. ألاحظ أنه الآن الغالبية لما فاز الاتحاد 4-2 الكل اتجه إلى روما، روما يستحق، ولكن هناك مدرب جالس يوظف الفريق وجالس يلعب على اللعب المباشر، جالس يحط بريق ومحطة. الكرة الثانية اللي يجي منها روما قاعد يوظف روما على أعلى مستوى. روما هذا رجل أنت إذا جلست تشوف ملامح وجهه تحس أنه لا مبالي، مهمل، يخدعك، ولكن إذا استلم الكرة يتغير. لذلك أنت أغلب الأهداف اللي جت للاتحاد بصراحة كلها من الخلف. الشيء الآخر برضه لما شوف لما الهدفين اللي جت في مباراة الاتحاد والوحدة، هدفين الوحدة أنا برضه هذه على استغراب ولا حد يمل مني، الهدفين كلها ألغاها مساعد الحكم، رفع الراية فيها. تستغرب لو ما في فار ألغيت هدفين النادي الوحدة، اللي كيف يحكم هذا في دورين بصراحة المساعد الأول، لأنها كان كلها حالات واضحة جدا. فلذلك تخيل أنت ما فيه الفار والهدفين الوحدة ألغيات. حقيقة بصراحة المباراة هذه أنا أعتبرها مباراة مدرب اللي هو مباراة كاريلي، لأنه خلى الوحدة يضغط، بس مجرد ما سجل الهدفين خلاص بدي يلعب على المرتدات، هذه لعبته. تجي على المباراة الأهلي وضمك، بالتأكيد غياب فيكسا أثر كثير على النادي الأهلي. سجلوا هدف النادي الأهلي، كان الكل يتوقع أن يستمروا النادي الأهلي، ولكن مشكلة النادي الأهلي بصراحة أنا أحس أنها في خلينا نقول انهيار النفس اللي يحصل فيهم، عدم الثقة، حالة الشك اللي داخلين فيها. أنت تحسه من مجرد ما دخل اللاعبين في شق نقد الإدارة والخروج خارج الملعب، خلاص اللاعب الآن في أي لحظة يبدأ يتهرب من مسؤولياته. احنا بنتكلم على طبعا في ضمك لا زال حصان أسود ضد الفرق الكبيرة،
لو التهيئة النفسية اللي تصير في ضمك أمام الفرق الكبيرة تستمر في أغلب المباريات ممكن يقدم مباراة كبيرة. حقيقة اللاعب أنتوليتش هذا عندهم لاعب ليدر عندهم ومكسب كبير، جاء في الفترة الشتوية من أفضل اللاعبين. تجي على مباراة الاتفاق والنصر، بصراحة يعني أنا فيها سجل النصر في الدقيقة 3 سجل وليد أزارو سبب الهدف. أنا بالنسبة لي مثلا ما أحملها لا حارس، أنا أحملها الغلطة اللي صارت من عبد الرحمن العبيد. في بعض المرات أنت يا اللاعب أو طريقة اللعب تضع دفاعات في مواقف ضعيفة. هذا حتى قالها غارديولا لما في أحد المدافعين تقابل مع لا 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 مهاجم مع مدافع واحد واحد وعدى منه، قال ما يقدر، لأن طريقة اللعب لما نفتح اللعب وتنقطع من واحد في الأمام ما تقدر تلوم اللي وراء في النهاية، لأن احنا وضعنا دفاعنا في مواقف ضعيفة. النصر بصراحة أنا أستغرب حقيقة من التغييرات هذه. أنا مثلا أشيد بالعطوبة تغيير دوكار في دقيقة 77 لما نزل عبد الفتاح عسيري على الطرف اليمين وضع فتح جبهة هو سلطان الغنام، نزل دوكار وسكر في دقيقة 77. تجي للنصر تلاقيه طلع خالد الغنام، طلع مران ونزل خالد الغنام. طب محمد مران هذا عمق هجومي، انت الحين لما طلعته ونزلته خالد الغنام معناه ما عندك عمق هجومي، نزلته كانك انت تبدا، انت الان مطرود منك لاعب وتنزل ولا تنزل مهاجم راس حربه عمق هجومي. بعدها حاول يصلح الامور، طلع مرابط ونزل فراس، كان يفترض من الاول في الدقيقه 46 اصلا او الدقيقه هذه تطلع مرابط تنزل مثلا فراس تلعب اثنين مهاجمين في الامام الكثافه العدديه. ولكن تستغرب بعض المرات الفلسفه الدفاعيه، الفلسفه في الافكار للمدربين في مثل هذه المباريات. نجي على مباراة الهلال والرايد. الهلال والرايد تكلمت فيها طبعا بسريع، ان نادي الهلال خلينا نقول لازم يجب ان يفكر في طريقة افتكاك الكرة، يجب ان يفكر اذا هاجم كيف يحمي الهجمة اللي له. مشكلة الهلال كثافة هجومية زخم، ولكن مجرد ما يعني تحس انهم يهاجمون ولكن مجرد ما تنقطع الكرة عاطل ينكشف الباب عندهم. لذلك المدرب إذا ما انتبه للنقطة هذه راح يعاني فيها الهلال. الشباب القادسية تكلمنا عنها. على العموم أنا زي ما قلت لك أنا في الجولة هذه طيب. اتضح أن أبها هو اللي متفوق أغلب الفرق في مراكزها. الشباب الأول، الهلال الآن بدأ يتقدم، وأعتقد أن الهلال بيصير يعني مصدر خطر نادي الشباب في الجولات القادمة. طيب حاخذ رأيك أبو حنين وأبو عبد الله بعد الفاصل، ما قصدي بعد أول حنين. الصمام ذو منابر الأمان. ابتدع للدفاع عنصر الروح والتفاني، أستاذ في الكفاح والذكرى التي لا تفنى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية عبد السويد محمد الصدعان وعايد مبخوض في حلقة الليلة. أبو عبد الله الجولة عندك. طبعا بوجود الأمانة يمكن الجولة شهدت يمكن العديد من الأهداف اللي نشوفها الجميلة صراحة. أولا في البداية يمكن أكثر شيء يمكن لفت نظر يمكن هدف غاليرمي في مرمى العين أيضا، هدف العين الأول أيضا اللي في مرمى الفيصلي، هدف مونتاري أيضا هدف جميل. إذا نروح لهدف التعاون، هدف توامبا أيضا هدف جميل، وفي هدفين تروح للتوقيت فيهم.
اللي هو هدف تركي العمار للشباب، وايضا هدف سالم الدوسري، وهذه الهدفين يمكن مؤشر على اصرار الشباب والهلال، واعتقد انه مؤشر انه راح تكون المنافسه ايضا قد تمتد حتى الى اخر الموسم ما بين الشباب والهلال. الشيء اللي اذا بنرجع ايضا فيه نشوف مثلا الاتحاد، روح الاتحاد ترى بوجود في الجوله هذه كسر معدل النقاط اللي حصل عليه في اخر موسمين، يعني الموسم اخر موسمين حصل على 34 نقطه، 35 الموسم اللي بعده، اليوم الاتحاد 38 بعد 22 مباراه. اذا الاتحاد هذا مؤشر كبير على مدى التحسن على العمل اللي صار في الاتحاد. اذا نرجع للجوله ايضا بشكل عام نجد هي الجولة الوحيدة 22 جولة، الجولة الوحيدة اللي كل الفرق سجلوا فيها، أول جولة في الدوري من بدايته إلى اليوم اللي جميع الفرق سجلوا في هذه الجولة. وهذا أنا أعتقد السبب، أنت لو تلاحظ بوجود في كثير منافسة اليوم صارت إما على القمة أو الهبوط. اليوم نشوف الاتفاق السادس 31 نقطة، نشوف الفتح اللي هو أول الهابطين أو في المركز 14 الفرق مباراتين بينهم فقط اللي هو 6 نقاط. لذلك راح تجد أن حتى موضوع النقطة أو التعادل لكثير من الأندية مش ذات قيمة جدا إيجابية أو جيدة للفرق، فبالتالي كثير فرق راح تسعى للفوز. وأنا أعتقد أن ممكن في الجولات القادمة أيضا أن نشهد جميع الفرق، راح نشاهد أهداف وممكن نشاهد أهداف عديدة فيها بوجود. نشوف مثلا نتكلم عن النصر، النصر مثلا بعد مباراة السوبر تشعر بأن يمكن الحافز نوعا ما مش موجود عند كثير من لاعبي النصر. لما تشوف في المباراة النصر أقل فريق استفادة من لاعبي الأجانب، لما تشوف تأثير الأجانب في نادي النصر، نرجع نشوف السبع مباريات اللي قبل مباراة السوبر لما كان طموح النصر أنه يرجع للدوري، تجد أن الفريق هو حاليا لعب 7 مباريات بعد السوبر طلع منها ب9 نقاط. شوف السبع مباريات اللي قبل السوبر تجد الفريق خرج منها ب17 نقطة، معدل جدا ممتاز كان اللي قبل السوبر. لذلك على إدارة النصر أنها تسعى بشكل كبير لإيجاد الحافز. يعني أرسن فينجر مدرب الأرسنال التاريخي كان يتكلم عن أن الحافز يعني هو العامل الأهم في كرة القدم، لذلك يجب أن يكون دائما في تحفيز للاعب. وأنا ما أتكلم عن أمور مادية، قد يكون حتى المركز، مركز اللاعب أو شعار النادي اللي يرتديه اللاعب هو أكبر حافز، ولكن يجب أن تزرع مثل هذه الأشياء للاعبين. تكلم عن الأهلي، يعني فريق يبغي ينافس يخسر 3 مباريات على التوالي، الأهلي لو فاز المباريات الثلاث الماضية اليوم الأهلي هو المتصدر. إذن في معركة أنا أعتقد في القمة، وأعتقد أنها راح تنحصر بين الشباب والهلال. يبدو أن الاتحاد قادم عنده الفرصة، حيث لأنه واحد من أكثر الفرق استقراراً بوجود، الفريق الوحيد يمكن اللي ما تعرض لمشكلة ال4 مباريات، وما أقول 4 مباريات اللي هي بدون فوز، جميع الفرق مروا فيها في الدوري السعودي نستثني منها الاتحاد، جميع الفرق مروا في هذه المشكلة. لذلك الاتحاد ممكن أن يواصل. الهلال لوجود بس في نقطة وحيدة، هذا ثاني فوز على التوالي الهلال من 17 مباراة تقريبا في الدوري، أو من خلينا نقول من الجولة السادسة والسابعة. يعني الهلال لأول مرة يفوز مباراتين في الدوري وراء بعض، مباراتين على التوالي، آخر مرة صارت بالجولة السادسة والسابعة فقط، بعدها بدأ الهلال ما بين فوز وخسارة أو فوز وتعادل أو تعادل تعادل، ما في أي مباراتين كانوا فوز على التوالي. هذه أول مرة الهلال يفوز مباراتين على التوالي من الجولة السادسة والسابعة بوجود. وحنين مثل ما تفضل صراحة سبو كان حديث جميل للزملاء. الجولة 22 يمكن المتقدمين في النتائج من 5 فرق من 5 مباريات ما استطاعوا المحافظة على التقدم في نتائجهم. نتكلم عن التعاون، العين، الاتفاق، القادسية، الأهلي، يتقدمون في مبارياتهم ولا يستطيعون المحافظة. هنا يوريك مؤشر لما نروح نشوف عدد الأهداف، 26 18 هدف من 26 تسجلوا في الشوط الثاني. هذا اللي يوريك لما نقول الشوط يعني الثاني في 5 فرق تقدمت في نتائجها وما قدرت تحافظ على ما قدرت تحافظ مثل ما تفضلت. 18 هدف في الشوط الثاني، هذه يوريك قراءة المدربين، شوط المدربين، الاختلاف، الرتم، اللياقة، المحافظة، الانضباط التكتيكي اللي موجود عند الأندية، هذه يوريك الاختلاف اللي موجود عندنا. لذلك يمكن قالها بصورة أخرى أبو عبد الله مسألة أنه كل الفرق سجلت، ليه؟ لأنه هذه الجولة بالفعل ما عندنا ولا فريق طلع بكلين شيت
وهذه من الندرة من أول الدوري ما تشوف ولا فريق يطلع بكلين شيت. هنا تجي مرحلة الحسم، مرحلة التحضير الذهني، اللياقة، التكتيك، المحافظة على المستوى. لما نجي للاتحاد مثلا اللي يمتاز دفاعه في فترات ماضية من الجولات، شفنا في الجولتين الماضية نزول شوي في مستوى حجازي اللي كان هو المساهم الأكبر في يحافظ على كلين شيت، حتى قروهي في عملية التصديات قلت عنده في المباراتين الماضية. هذا يوريك المؤشر المختلف. لما نجي نتكلم مثلا خلينا نتكلم عن التعاون على سبيل المثال، تعاون يقدم نفسه بصورة مختلفة، بدأ يبان على الشق الهجومي، لكن لما جي تشوف مع الفرق الصاعدة على سبيل المثال، تخيل ب 15 نقطة ما حصد إلا نقطتين، يعني تخيل مع الباطن تعادل رايح جاي، مع القادسية انهزم، مع العين مباراة يتبقى له مباراة واحدة خسر، من 15 مباراة ما أخذ إلا نقطتين. تجي مثلا لما النصر، لما نتكلم مثلا عن النصر، النصر نتائجه مع المدرب من 12 مباراة، يعني شوف هي نتائج جيدة عطفا على ما يمر فيه النصر. لما تتكلم عن 6 فوز و4 تعادل و2 خسارة، واحدة منها تنافسية، الشباب متصدر الدوري. تأثير الأجانب هنا بان جلي في النصر، 31 هدف، 19 هدف سجلهم لاعبين محليين في المقابل 12 هدف أجانب، يوريك التأثير اللي كان موجود سابقا للعناصر الأجنبية في النصر ما أصبحت موجودة على مستوى التسجيل وعلى مستوى الصناعة. لما نجي نتكلم عن الهلال، الهلال مثلا في الأربع مباريات الأخيرة خسر خسارة واحدة تنافسية مع النصر، حصد 9 نقاط. المباريات الأربعة اللي قبلها اللي كانت مع رزفان ما حصد منها إلا 4 نقاط من 12 نقطة. هذا يوريك العمل المختلف اللي سواه المدرب، استطاع أن يحصد نقاط. في مباراة الأخيرة الهلال ما كان يحتاج إلا أن يحصد 3 نقاط أنت عشان تعود إلى طبيعتك وإلى سابق عهد مستواك، فبالتالي تحتاج أنك أنت الخسائر الأكبر تطلع منها وتأخذ 3 نقاط. لما نجي نشوف مباراة هذه للهلال، أن تلعب المباراة، تذكر نقطة جدا مهمة أبو نايف، مسألة الافتكاك. ما في أحد حيفتك إذا كان كنو مش موجود، سلمان مش موجود، كويلار مش موجود، ناصر الدوسري مش موجود، وتطلع بأقل الخسائر في مثل هذه المباريات. أنت هنا قاعد تقدم نفسك بصورة مختلفة. لما نجي نتكلم على الاتحاد والتطور اللي موجود في الاتحاد، هذا ما كان من فراغ. الأرقام والنقط اللي تكلم عنها أبو عبد الله جات جلية في الملعب. ليه؟ لأنه ما تشوف اليوم رومارينو ينافس في التسجيل رغم عدم وجود رأس حربة. فخلنا نتخيل أن اليوم في رأس حربة يلعب قدام رومارينو، إيش كان ممكن حيكون شكل الاتحاد؟ وهذه النقطة ذكرناها سابقا يمكن في الجولة العاشرة، أنا قلت أمام تواضع مستوى الأهلي ونزول مستوى النصر الوحيد القادر على اختراق المقاعد الثلاثة والمنافسة في المقدمة هو الاتحاد، وهذا اللي وضح في الأمتار الأخيرة في الاختلاف. لما تجري مباراة الشباب، مباراة الشباب لأنه استنزف لياقيا أمام مباراة الضمك، وهو خاسر سيبا اللي كان عمل له الفارق في الشتوية، وخاسر إيغور على مستوى الدفاع، عدم جاهزية إيغالو، هذه أثرت على المباراة بشكل كبير جدا. الشباب عشان ينافس محتاج أنه يكون عنده عمل قوي جدا على مستوى التجهيز البدني، ولا ما حيقدر ينافس. ليه؟ لأنه هي عملية توازن ما بين أهدافك وما بين إمكانياتك. شفنا حتى التميز اللي كان فيه بانيقا في المباريات السابقة ما شفناه جلي في هذه المباراة. ليه؟ لأنه الأدوات اللي تفتح له في الملعب وتصنع له المساحة والخيارات اللي موجودة ما كانت موجودة في مثل هذه المباريات. تجي للاتفاق، الاتفاق أعتقد لعب 26 دقيقة الأولى مع النصر 10 على 10، سجل هدف، فرصة في العارضة، فرصة أخرى يطلعها براد جونز. اختلاف الفريق بعد الدقيقة 26 لأنه كان الفريق يحتاج قائد ميداني ما يطلع ما الخوف اللي جاء للاعيبة والرهبة من الطارد، كنت محتاج قائد يعطيك خليني أقول لك الثقة في اللي موجودة في الفريق. التغيير اللي تكلم عنه بناي في الدقيقة 77 كان نقطة تحول للاتفاق، أصبح أفضل من وضعه السابق بعد الطرد. شفنا فرصتين جات كانت كفيلة تنهي المباراة للاتفاق. هذه الروح اللي جات للفريق كانت محتاجة هذا العمل من بعد الطرد. لذلك احنا شفنا النصر الاتفاق تكتل في ملعبه وكان في كثافة عددية. ايش كان يحتاج النصر؟ النصر يحتاج راس حربة. الفرص اللي جات للنصر وما تسجلت سامي فراس كانت محتاجة راس حربة. لما تكلمنا بوجود في بانوراما عن فابيو وعن حمد الله وعن السومة وعن قميز، شو الاختلاف بينهم؟ هذول الثلاثة يحتاجون فريق متكامل يقول له خذ سجل. في الباطن هذه الحالة مش موجودة، اللي موجود عند فابيو مش موجود عندهم. فابيو يصنع لنفسه الفرصة بالسرعة، بالتمركز، خليني أقول لك بالندية اللي موجودة عنده، بالإمكانيات، بالدربل اللي يسويه.
بالسرعات اللي عنده هذه مش موجودة عند الثلاث مهاجمين، فبالتالي تعتمد حالة التسجيل عند الثلاثة هذولي على حالة الفريق. لكن في الباطن ما يعتمد فابيو على حالة الفريق، ربما يكون الباطن في أسوأ حالاته وتشوف فابيو سجل. ليه؟ لأنه يصنع لنفسه الفرصة، وهنا اختلاف القيمة الفنية اللي موجودة ممكن تجي عند المهاجم. شفنا إحنا التواضع اللي صار عند غوميز في بعض المباريات وعاد من جديد ب 15 أو 16 هدف اليوم موجود. ليه؟ لأنه الحالة الفنية عند الهلال عادت من جديد على الأقل على مستوى الصناعة لما شفناها كيف اختلفت. بشكل عام أنا أعتقد جولة مهمة جدا، أهم ما في هذه الجولة أنه أصبح جلي أنه عملية التقييم بعد 22 جولة توريك عمل إدارات الأندية، حسن الاختيارات، نجاح الصفقات. اليوم 22 جولة ما في مجال أنك تقول بنتظر اللاعب هذا شو قدم، الإدارة هذه إيش سوت. أخذت الإدارات فرصتين تسجيل، ماذا عملت الكفاءات اللي موضوع الكفاءة المالية وعدم أنك أنت ما سجلت وما سويت، هذا كله يوريك عمل إدارات الأندية. أعتقد اليوم نحن نمر في منعطف مهم، مثل ما تفضل أبو نايف أفضل الكاسبين في هذه الجولة هو أبها، ينضم له الهلال والاتحاد نظرا لتعثر الشباب في هذه الجولة. أكثر الفرق في خطر هم النصر والاتفاق، لأنه الخطر اللي تحته في الجولة القادمة لازم يفوزون في جولتهم القادمة عشان يبعد عن الشبه. هو المعدل الرصد النقطي اللي موجود أنك لازم عشان تكون في الأمان لازم تكون من 32 وصاعد، اليوم هم في 30. مباريات الجاية لا تحط نفسك إلى الرمق الأخير بكل خليني أقول لك تكاملية. جولة رائعة جدا يبان فيها عمل التكتيكي. فاصل قصير بعد هنا. الفؤاد النابض وباني أحلام الصقور الخضر. الأول دائما في الذاكرة الرياضية، هز كأس العالم بقدميه وعاش بين الأساطير فؤادا. أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية عبدالي السويد محمد الصنعان وعايد مبخوضي في حلقة الليلة. نشوف لاعب الجولة حسب تصويت الشباب. أفضل لاعب ياسر الشهراني. لاعب الهلال ياسر الشهراني. رومارينهو لاعب نادي الاتحاد. أفضل لاعب رومارينهو مهاجم الاتحاد. اللاعب الأفضل في الجولة بالتأكيد نجم الاتحاد رومارينهو. أفضل لاعب رومارينيو لاعب الاتحاد. أفضل لاعب في الجولة اللاعب رومارينهو لاعب نادي الاتحاد. نجم الاتحاد رومارينهو. أفضل لاعب بالطبع ياسر الشهراني لاعب فريق الهلال. أفضل لاعب في الجولة رومارينهو لاعب نادي الاتحاد، سجل هاتريك وقدم مباراة رائعة. أفضل لاعب في الجولة 22 هو لاعب الاتحاد رومارينهو. أفضل لاعب في الجولة هو رومارينهو لاعب نادي الاتحاد. أفضل لاعب في الجولة لاعب الهلال ياسر الشهراني. رومارينهو. أفضل لاعب في الجولة لاعب نادي الاتحاد رومارينهو. أفضل لاعب في الجولة رومارينهو. لاعب نادي الاتحاد رومارينهو. فيصل مسرحي حارس نادي القادسية. حارس مرمى نادي القادسية فيصل مسرحي. أفضل لاعب في الجولة رومارينهو لاعب نادي الاتحاد. أفضل لاعب في الجولة لاعب نادي الاتحاد رومارينهو.
ابو نايف رومارينيو يستحق، يستحق، كان مؤثر جدا 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 في هذه المباراة حقيقة. هم كانت مباراته، يعني كانت مباراته، وكانت يعني نموذج للتوظيف الأمثل لرومارينيو. يعني كانت المباراة أساسا زي ما يقولون مفصلة لإمكانياته، يأتي الكرة الثانية دائما له، يأتي من الخلف يسوي الزيادة العددية، القوة الانفجارية اللي عنده في السرعة. كان المباراة هذه متسلطن وفعلا يستحق الأفضلية. محنين مثل ما تفضل ابو نايف، صراحة يمكن احنا في بانوراما تكلمنا عن رومارينهو قاعد يقدم نفسه. ليش مختلف في الاتحاد؟ لو لما تشوف افضل لاعب يلعب 10 او تحت المهاجم في الدوري ما تلقى افضل من رومارينهو، قاعد يقدم نفسه بصورة مختلفة. الجميل في التصويت اني اشوف لاعبين سعوديين، العادة اغلب التصويت تلقى لاعبين اجانب. لما نشوف ياسر الشهراني، نشوف فيصل مسرحي، برافو ان احنا اليوم امام هالعدد الكبير، اكثر من 112 لاعب في الدوري، تلقى في بعض الجولات انه في لاعبين سعوديين قاعدين يقدمون نفسهم بصوره مختلفه. برافو رومارينهو، يحتاج انه يتوج الاتحاد ببطوله عشان يتوج عطاء هذا اللاعب اللي على مدى 3 سنوات. ابو عبد الله يستاهل رومارينو صراحة بوجود، يعني معظم يعني يمكن مثل ما ذكرناه هو دائما اللاعب الوحيد في 3 سنوات الموجود بشكل دائم كأجنبي سواء في الاتحاد أو حتى على مستوى جميع الأندية، قدم لا شك مباراة كبيرة، دائما يكون حاضر حتى ترى في البطولة العربية جميع الأدوار اللي لعب فيها الاتحاد رومارينو كان موجود وسجل فيها، اللاعب الوحيد اللي سجل في جميع الأدوار في البطولة العربية، اللاعب اللي يسجل بوجود على ريال مدريد ما عنده مشكلة يسجل صدقني في أي فريق. طيب خلينا نشوف هدف الجولة. أفضل هدف، هدف توان بالتعاون، هدف لاعب أبها كارلوس سترانبيرغ، هدف توانبا لاعب نادي التعاون. أفضل هدف في هذه الجولة، هدف لاعب نادي أبها ستراندبيرغ في مرمى الفتح. أجمل هدف في الجولة لياندرو توانبا نجم التعاون. أجمل هدف توانبا، هدف اللاعب توانبا في مرمى الباطن. أفضل هدف، هدف نجم التعاون توانبا. أفضل هدف، هدف توانبا لاعب فريق التعاون في مرمى الباطن. هدف لاعب التعاون توانبا الهدف الأول على الباطن. أفضل هدف في الجولة 22 هو هدف غليرمي في مرمى العين. أفضل هدف في الجولة هو هدف توانبا لاعب نادي التعاون. أفضل هدف في الجولة هدف لاعب التعاون توانبا في مرمى الباطن. أفضل هدف، هدف توانبا. أجمل هدف في الجولة هدف اللاعب ستراندبيرغ في مرمى الفتح. أفضل هدف في الجولة هدف كارلوس ستراندبيرغ. هدف توانبا، هدف ليندر توانبا لاعب نادي التعاون. هدف توانبا في مرمى الباطن. أجمل هدف، هدف توانبا في مرمى الباطن. أفضل هدف في الجولة هدف لاعب نادي التعاون توانبا. جود عند آلي خاندرو، كاكو يرسلها طويلة، توانبا ترقص على جثث الخصوم. هدف حلو طبعا هدف توانبا، بس ورونا الهدف الثاني، يعني خلونا نشوف يا نواف، اعطونا مع المعلق، يلا خلنا نشوف. عند محمد الصيعري، محمد بيلعب كره باتجاه جوليو تفاريس، طويلة لكن تصل عند جوليو تفاريس قريبة من الخطورة، ماركوس غليرمي سدد كرة، الله، هو تحدي أهداف أم ماذا؟ هي عواضي يقطع الطريق وكارلوس يوصلها باتجاه صالح إلى كارلوس، شوف الثنائي والتفاهم، شوف كارلوس والقوة يا جبار، الهداف الكبير، الهداف الكبير لا يحتاج للكثير من الفرص ليصل إلى الشباك، ليصل إلى الشباك، هو جود
عندها ليخاندرو كاكو يرسلها طويلة توامبا الكاميرونية التي تطلق الأهداف ثم ترقص على جثث الخصوم الكاميروني الذي الهدف توامبا حلو بس صراحة أنا يعني ما أتدخل في التصويت بس خلاص تم والله هدف أبها أحلى أنا عندي أنا أتفق مع ماجد تويجري في هدف حلو عطول الهدف يا شباب شوف الكورة ولا هو متوقع ومن يعني ولا احد يفكر انه حيعمل كذا صراحه ليش شباب ترى في هدف ابها شوف في جد وش يشتكي منه يشتكي مش الهدف لا ترى ما حد قال سيء بس احنا نقول الاحلى اي بس كيف عينكم تخطي هالهدف يا جماعه اللمسه يعني انت الحين ضد هدف توامبا مع هذا والله ضد 10 مرات والله شوف هدف توامبا على البنية الجسمانية تبعه على الدوران إيه بس هذا مش متوقع يعني أنت تنتظر تمريرة تنتظر شيء أرجع 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 الهدف أنا بدافع عن هذا الهدف صراحة والله بدافع عن هذا الهدف هدف ماجد شوف يعني أنت تنتظر تمريرة وبعدين رماها في لا هدف حلو هاي والمسافة بس أنت لما بصراحة لما تتكلم على توامبا والدوران وظهره للباب والطلعة اللي فوق بهالجسم هذا اللي ما شاء الله يا عادي بوي حلل الله أبو نايف والله أنت مسوي توامبا أيد والله عادي شو مسوي بعد توامبا مساحة صغيرة بجسمه وبنيته قوة وقرار وتركيز تدري وش أحسن شيء حلو الهدف مو في شيء بس تدري وش أحسن شيء في الهدف تدري وش أحسن شيء في الهدف حق توامبا يوم قام أنا أحس أنه ما كان جايب هدف قومت كذا ما شاء الله قايم من عشاء ما شاء الله لا اله الا الله يعني قوم كذا طفي تبارك الرحمن ما شاء الله كل ما شاء الله تزعلون تعاون ما شاء الله لا يعني بجد يعني شوف شلون اللفه في المساحه الضيقه وبعدين صح يعني الوضع طبيعي عنده بعدين قال على ما او الهدايا خلينا نقول لاداره التعاون برافو عليكم ان انتم حليتوا مشكله توامبا وبدا هذا الموسم مع التعاون لان تخيل التعاون شلون كان تايه بدون مهاجم في 8 مباريات الاخيره شوف وجود توامبا كيف صنع الفارق معه برضو هدف ابا احلى ايش رايك عاد انت مصود توامبا انقذني انا ابو جود قلت لك يمكن في بدايه الحلقه ان جوله لما تكلمنا على الجوله ان فيها اهداف جميله صراحه وفعلا حتى في هدف ما كان موجود هدف مونتاري لاعب العين ايضا هدف جيد لكن انا رحت مع توامبا لطريقه التسجيل يمكن الباكورد يمكن اهداف قليله جدا اللي تتسجل في الموسم صراحه بهالطريقه الوضع اللي كان فيه توامبا محاصر زحمه ما كانت ترى يعني كره هجمه مرتده او شيء لا كانت كره قادمه يمكن معظم اللاعبين المباراه اللي كورنر وموجودين في 18 فصعب انك تاخذ القرار كان القرار فيها صعب جدا انا يعني سعيد طبعا لتوامبا توامبا سجل 10 اهداف لكن في نقطة يمكن مش خاصة بتوامبا ولكن يتعلق بالتعاون بشكل أكبر التعاون ترى ثاني أضعف هجوم وثاني أفضل دفاع شوف كيف يعني في عملية شوي صعبة جدا تحسبها لذلك أنا أعتقد أن المشكلة الرئيسية في ضعف الهجوم عدم وجود أجنحة فعالة في التعاون يساعدون توامبا لأنهم يمتلكون مهاجم كبير اللي توامبا متى ما وجد لاعب مثل هيلدون لما كان موجود مثلا في السابق كان يساعد كثير ويصنع 12 هدف في الموسم على الأقل أو 10 أهداف على الأقل لذلك أنا أعتقد أن التعاون يمتلك فريق جيد بناء على الأرقام الدفاعية وهذا عمل يحسب للسيد كارترون أما العمل الهجومي فهو بحاجة إلى نوعية لاعبين وأعتقد أن التعاون ممكن العمل يتوج في الصيف وراح يكون عندهم فريق يوازي الفريق اللي كسب كاس خادم الحرمين قبل سنتين طيب قبل ما نروح الفاصل اعطونا هدف ابا انا راح ادافع عن هذا الهدف وبكل يعني ما اقنعك ابو عبد الله والله اعطونا اياه بصوت المعلق لو سمحت كارلوس يوصلها باتجاه صالح الى كارلوس شوف الثنائي والتفاهم شوف كارلوس والقوه يا جبار الهداف الكبير الهداف الكبير للكثير من الفرص ليصل إلى الشباك ليصل إلى الشباك لا عطنا هدف توامبا طيب لا والله ليه شخصنا يعني انت شخصنا تبغى هدف اللي في الشباب لا ابغى الهدف هذا انا ابغى اشوف القومه ما شاء الله
طيب اعطونا الهدف يلا. جود عند أليخاندرو كاكو يرسلها طويلة توامبا. قل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أنا بالنسبة لي خوف منكم. أنت قلت ما شاء الله. أنا غير ما شاء الله تبارك. هي ما معروف. لا هو ما شاء الله الهدف هذا بصراحة يعني أنا أقول متواضع توامبا في هذا. فصل قصير بعده ونعم. الموهوب بالفطرة والنادر الذي لا يتكلم. بين النجومية والأخلاق بنى له مرتعا من ذهب، الموهبة التي تحتذي بها الكرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام. أبو نايف شكرا جزيلا لك. أبو حنين شكرا جزيلا لك. وعبد الله شكرا جزيلا لك. نودعكم بأخبار شوت في أمان الله. قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم مباريات الفتح والأهلي، الرائد والاتحاد، النصر والباطن في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الأحد 21 من مارس الجاري إلى السبت 20 من مارس من ذات الشهر. وبيّنت اللجنة أن تقديم المباريات السابقة جاء بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية والمتضمن برنامج المنتخب الأول ورغبة الجهاز الفني في المنتخب السعودي. كما قررت اللجنة نقل مواجهة القادسية والعين ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام والمقررة الأربعاء، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة. طلبت إدارة نادي ضمك لاحة تأجيل مواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام الاتفاق 48 ساعة بسبب تأخر الفريق في العودة إلى أبها لظروف الطيران. وكانت بعثة فريق ضمك في طريقها لمغادرة مدينة جدة إلى أبها، إلا أن الرحلة تم إلغاؤها ما أجبر البعثة على العودة إلى مقر السكن والبقاء في جدة. واصل المنتخب السعودي تحت 20 عام تدريباته ضمن معسكر الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عام 2023. وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب التعاون تحت إشراف المدرب الوطني صالح المحمدي. فضل الجهاز الطبي في نادي الهلال عدم الزج بالكولومبي جوستافو كويلار لاعب الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة الفريق أمام الرائد أمس الأول حتى يكون جاهزاً 100%. وكان البرازيلي روجيرو ميكالي استبعد كويلار من القائمة الأساسية للمواجهة الأخيرة على الرغم من مشاركة اللاعب في التدريب الأخير الذي سبق المباراة، إلا أن المدرب فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به بعد عودته من الإصابة. ينتظر أن يخضع لاعبا القادسية منصور النجار وأحمد الفريدي لاختبارات طبية تحدد مدى إمكانية دخولهما التمارين الجماعية من عدمها، كما يتوقع أن يدخل حسن العمري التشكيلة التي ستواجه العين الأربعاء المقبل ضمن الجولة 23 من الدوري بعد أن استبعد عن المباراة السابقة بسبب تراكم البطاقات.
خاضت جياد النفس الطويل من مختلف الأعمار واحدا من سباقاتها على كأس إمارة المدينة المنورة ضمن الجولة 58 من جدول سباقات الموسم على أرض ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية. انتهت بفوز الحصان درواس بالشوط العاشر، فيما توج مغناج بكأس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. احنا امام ان شاء الله سباقات مهمه قدامنا كاس دبي العالمي الان، بعد ما قدم اسطبل الامير فيصل ابو خالد عروض مميزه جت استقبل عده دعوات، فمشارك في 4 اشواط ونسال الله التوفيق له باذن الله. نسال الله التوفيق، الله يطول عمرك، وابارك لسمو الامير فيصل وبارك للشيخ سعد المشري وبارك لجميع زملائي في الاسطبل، وشكرا لقناة روتانا لعملها الجبار، دائما تواكب الأعمال الطيبة، ونسأل الله دعواتكم للصبر الأحمر في كأس دبي العالمي إن شاء الله بإذن الله.